مشاهدينا، مجلة غراس للأطفال تخاطب الطفل السوري بلغة بسيطة وسهلة لتساهم في ترفيهه وتعليمه وأيضا تثقيفه لتنمية قدراته الذهنية ولإخراجه من أجواء الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري. المزيد في التقرير التالي من حلب. يعد الاهتمام بالأطفال الصغار ورعايتهم وتنمية قدراتهم من الأعمال التي كانت موضع اهتمام الكثير من الهيئات والمنظمات التي اعتنت بالطفل السوري، ولا سيما مع ما يعيشه الطفل من ظروف الحرب القاسية مما أبعده عن الأجواء الطبيعية التي تناسب الصغار. لذلك قامت مؤسسة غراس في مدينة حلب بمخاطبة الطفل بلغة بسيطة من خلال مجلتها الشهرية لتساهم كما تقول في ترفيه الأطفال وإعداد جيل متعلم ومثقف. طبعا فكرة المجلة نشأت بسبب الهجمة الأمنية الشرسة على مدينة حلب، فكان التواصل بين الأطفال والمؤسسة ضعيف نسبيا، فقررت المؤسسة إيجاد قنوات تواصل أخرى كانت مجلة غراس. طبعا مجلة غراس هي مجلة تعليمية ثقافية ترفيهية. تنقسم المجلة بصفحاتها 30 إلى عدة أقسام، وتتناول بمحتواها جوانب عديدة تهم الطفل السوري، فهو يجد فيها القسم التعليمي ليتعلم اللغة العربية أو الإنجليزية أو الحساب، كما يجد فيها القصص الهادفة والممتعة. وكذلك هناك صفحات أخرى تهتم بالأمور الدينية والثقافية والطبية، وفي صفحة نحولة يتعرف الطفل في كل عدد على حيوان جديد ليعيش معه أجمل اللحظات وليتعلم منه كل مفيد. هلا نحن اخترنا نحولة، يعني إن النحلة هي النشيطة، فهي إن صديقة للأطفال عم تعرفون على رفقاتها بالحيوانات، يعني نختار نحن الحيوانات القريبة لعمر الأطفال. فنحن بنحاول نختار الحيوان اللي له قيم، له عمل، مثل هلا السنجوب شلون ببني بيته، بنى بيته، بنى حياته، ايش مستفيد منه نحن بعالم الطبيعه، انه نحن ايش مستفيد، مثل الخروف، مثل لحمه وصوفه، نعم هو ايش بيعطينا ونحن ايش بنعطي كاستفاده يعني. 5000 نسخه من مجله غراس يتم تصميمها وطباعتها في الداخل السوري، وتوزع شهريا على الاطفال في حلب وريفها، ومنها ما يوزع في مخيمات اللجوء ليستفيد منها الأطفال، إذ تخاطبهم بلغة بسيطة وسهلة فتبعث السرور في قلوبهم وترسم البسمة على شفاههم. مجلة غراس هي مجلة ترفيهية للأطفال، تأكل معي شغل بين الأسبوع للأسبوعين تصميم، حسب تنقسم لقسمين، قسم تصمم على الكمبيوتر تعتمد، وقسم للرسم اليدوي بتم رسمه من قبل الرسامة ومتم بعد إدخاله على الكمبيوتر ونتعامل معه. الله، هي كمجلة عم تنطبع بالداخل السوري هون. الألوان اللي عم نختار تكون هي ألوان جذابة، بحيث عم نرصد هذا الشيء، إنه ألوان جذابة تجذب الطفل للقراءة أو المشاهدة أو متابعة القصص أو المجلة. مجلة غراس بتنوعها وجاذبيتها وقربها من الأطفال تعد المجلة التي يبحث عنها كل طفل سوري ليعيش معها أجمل الأوقات ولينهل من العلوم والثقافة وليجد فيها الترفيه والتسلية، فهي جمعت بين ثناياها كل ما يحتاجه الطفل في حياته اليومية. لأورينت نيوز، أحمد الصوراني من مدينة حلب.